بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا مرة تانية. هنكمل مع بعض بقية كورس جي كوري. خدنا المرة اللي فاتت البروبرتي، إن شاء الله هناخد النهاردة ريموف بروبرتي. إحنا طبعا لسه في الكاتيجوري اللي هي attributes، تمام. عندنا اتنين نوتس كده بسرعة قبل ما نتكلم، قبل ما نكتب كود يعني. عندنا اول نوت بيقول لنا ان احنا ما نستخدمش الميثود اللي هي ريموف بروبرتي مع النيتف بروبرتيز اللي هي زي التشيكد والديسيبلد والسيلكتد، اللي هي البروبرتيز العاديه دي. ليه؟ لان دوت هيخلينا نشيل البروبرتي، هشيلها خالص كومبليتلي، ريموف بروبرتي، ريموف البروبرتي كومبليتلي، وبعدين مش هقدر استخدمها تاني. كانت اد اجين تو ذا element، فبيقول لك استخدم احسن دوت بروبرتي واديله الفولس، اديله الفاليو بتاعتها فولس، يعني الاتريبيوت نيم كوما فولس، تمام. تاني نوت هنتكلم فيها النهارده بيقول لك ان الانترنت اكسبلورر بيرير تو فيرجن 9، اللي قبل فيرجن 9 كانت في البروبرتي لو انا استخدمت البرو فانكشن لي السيمبل بريماتيف فاليوز زي النمبر والسترنج والبوليان، يعني لو البروبرتي نمبر او value او string او boolean ديت هتبقى عادية، انما لو استخدمت حاجة غير كده ده ممكن يأثر على الميموري، ممكن يعمل ميموري ليك، تمام. لو انا شيلت البروبرتي، لو انا استخدمت remove property قبل ما اشيل الدوم element من الميموري، الدوم element from the document، تمام. فبيقول لك يستحسن لما تيجي تستخدم حاجة زي دي، حاجة فيها data، تستخدم الميثود اللي هي dot data، تمام. نبدأ بقى نكود مع بعض. عندنا حاجة بسيطة كده خالص، باراجراف عادي. الباراجراف ده هنعمل عليه بروبرتي ونشيلها منه، ماشي. لو قلنا دولار ساين باراجراف دوت بروب، هضيف بروبرتي وليكن البروبرتي دي اسمها مثلا برايس، وهقول له برايس از 1000 دولار مثلا، وبعدين هقول له دولار ساين. يبقى انا كده حطيت بروبرتي اسمها برايس. هقول له الباراجراف دوت، عندنا ميثود مثلا اسمها ابند اللي هي زي اتش تي ام ال، بس انا هضيف بقى في الاتش تي ام ال حاجه ابند ليها. هقول له مثلا ذا برايس از، هقول له زائد دولار ساين. بدل ما نقعد نزود باراجراف باراجراف، هنقول له في الاول خالص var باراجراف بيساوي دولار ساين الباراجراف ده، ماشي. هقول له هنا على طول الباراجراف، شيل الدولار ساين اللي فوق. انا كده خدت الباراجراف في variable اسمه باراجراف. هقول الباراجراف ده ضيف له بروبرتي معينه، والباراجراف دوت ابند فيه زائد باراجراف دوت بروبرتي اللي اسمها برايس، تمام. مش يبقى انا هابند في الباراجراف وهنقول له مثلا بريك لاين. يبقى انا كده ضفت بروبرتي اسمها برايس واسمها الفاليو بتاعتها برايس از 1000 دولار. بعد كده هابند في الباراجراف ال HTML بتاعه، اقول له the price is كذا، ونزلت سطر. بعد كده هقول له الباراجراف، نستخدم بقى dot remove prop remove property، تمام، اللي اسمها ال price، تمام. وهقول له تاني the price is كذا، نشوف هيطلع ايه بعد ما يشيلها. هنيجي هنا على ال HTML بتاعنا ونعمل view in browser، هنلاقي the price is $1000 والتاني the price is undefined. يبقى احنا عندنا لما حطينا ال property اللي هي price، قال لنا the price is، وبعدين جاب البروبرتي ونزل بريك لاين. لما شلنا البروبرتي اللي اسمها برايس قال لنا undefined، ما يعرفش حاجة اسمها بروبرتي برايس، تمام. كده خلص درس النهاردة. يبقى احنا وضحنا النهاردة حاجة اللي هي استخدام الميثود append، ازاي اضيف حاجة في ال HTML. عندنا الفرق بينها وبين ال HTML هنعرفه بعدين، بس مؤقتا كده ال HTML بتعدل الكونتنت اللي جوه الاليمنت المعين كله، انما الابند بيزود على ال HTML الموجود، تمام.
عرفنا طبعا ده درس النهاردة اللي هو ريموف بروبرتي، ازاي اضيف بروبرتي عادية وامسحها باستخدام الميثود ريموف بروبرتي، وعرفنا انه تسأله في الاول. اشوفكم على خير ان شاء الله بقية المحاضرات الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.